السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة حبيت نعمل هذه الفيديو الصغيرة حول القرار الأخير الذي اتخذه راشد الغنوشي في المؤتمر العاشر لحركة النهضة المتمثل في فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي. وشاهدنا كثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية تطبل وتصفق لهذا القرار على أساس أنه قرار وطني اتخذه راشد الغنوشي، وهذا يدل حسب رأيهم على أنه تراجع على أفكاره السابقة وأنه أصبح يفكر في تونس وفي مصلحة تونس، وأنه طوى ما يسمى بصفحة الماضي ويحب يندمج في إطار التغيير المتمثل في جميع الأطراف اللي موجودة على الساحة السياسية. طبعا كثير من الشباب خاصة، وأنا ليهم عملت هذه الفيديو، اللي ما يعرفوش شكون هو راشد الغنوشي، والأشخاص اللي ما يعرفوش التاريخ ما يمكنهمش يفهموا شكون هو راشد الغنوشي وشكون هي حركة النهضة. أنا عملت فيديو قبل هذه تكلمت فيه حول راشد الغنوشي وقلت إن راشد الغنوشي هو المستهدف الأول من طرف الحركة الإسلامية، خاصة بعد أحداث بن قردان اللي وقعت في جنوب تونس. منحبش أنا نتكلم على تاريخ النهضة بصفة عامة على خاطر تكلمت فيه وتو نزيد نعاود نتكلم فيه في مناسبة أخرى، وإنما أردت أن أعطي نبذة لكي الشباب اللي ما يعرفوش راشد الغنوشي بصفة خاصة وحركة النهضة ياخذوا فكرة على الموضوع وينجموا يحكموا شنية الأسباب والمسببات اللي أدت راشد الغنوشي لاتخاذ هذا القرار، وهل اتخاذ هذا القرار من طرف راشد الغنوشي معناتها يخليه إنسان وطني وإنسان يفكر في مصلحة تونس. احنا نعرفوا أن حركة النهضة خلال 40 سنة الفارطة تسببت في سجن الآلاف وتشريد وتضييع عشرات الآلاف العائلات ومقتل العشرات، وأهم شيء قامت به النهضة خلال 40 سنة الفارطة هو عرقلة المسار العلماني والحضاري لتونس، وهي توا تقول انها فصلت العمل الدعوي على العمل السياسي وانها باش تعمل المصلحة تونس، وهي في الحقيقة ما تعملش المصلحة تونس وانما هي شوكة في حلق التطور والحضارة والإنسانية في تونس. ما يكفيهاش انها 40 سنة عرقلت هذا المسار، ولكن توا تحب روحها بصفة رسمية ضد أي تطور أو أي حضارة لتونس في المستقبل. خلينا نرجع للتاريخ بصفة عامة ونحاول باش نلخصوا الموضوع، وثم نتكلم على راشد الغنوشي بصفة خاصة خاطر هو اللي يهمنا في هذه الفيديو. احنا نعرفوا أن بورقيبة بعد الاستقلال معناتها بدا بعملية إصلاحات في تونس من أجل أن تونس تصبح يعني نجم نقوله كيان مستقل ويكون معناتها قريب من الدول المتقدمة ويحاول باش يلحق بركاب الحضارة. ومن هذه الإجراءات اللي قام بها بورقيبة هي تشجيع التعليم ومحاربة الأفكار المتخلفة والأفكار القديمة وخاصة الأفكار الإسلامية. في هذاك الفترة ظهر تيار اللي هما أغلبهم من جماعة الزيتونة وغيرهم، وقفوا في وجه بورقيبة من أجل أنهم يعرقلوا له هذا المسار، واعتبروا أن بورقيبة كافر واعتبروه أنه تعدى على الهوية العربية الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت موضة. ثم هذا التيار بدأ يتبلور
وظهرت ما يسمى نوايا معناتها الحركة الإسلامية، أما في الأول لم تكن سياسية، كانت دعوية بحتة. ونعرف احنا كيفاش معناتها تأسست مؤسسة الدفاع عن القرآن الكريم، وأنهم اتهموا بورقيبة أنه يريد أن يمحي الهوية العربية الإسلامية لتونس، وبدأوا بعملية حملة في الجوامع وفي المجتمع وفي كل الأماكن من أجل الوقوف ضد أي تغيير في تونس نحو العلمانية أو نحو التطور. ولكن هذه الحركة اللي بدأت شارك فيها عدة أشخاص، يعني تقريبا معناتها 10 أشخاص أو 8 أشخاص، ومنهم بالطبع رشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وغيرهم وصالح كركر، وكانت يعني تعمل في المجال محدود، هو مجال الجوامع فهمت، وداخل العائلات. ولكن هذه الحركة الدعوية بدأت فهمت تتغلغل داخل الجامعات، وبدأت تاخذ صبغة فعلية، وعندما تواجهت مع المد اليساري اللي كان مسيطر على الجامعة، السلطات التونسية فهمت غضت النظر عن تحركاتها واعتبرتها مناسبة فهمت لمواجهة اليسار اللي يعتبره بورقيبة خطر على تونس، لأن هو توجهاته نوعا ما ليبرالية. ولكن قوة الصراع من بين الطرف أو الشق الإسلامي والشق اليساري خلى الأطراف الإسلامية تفكر في بداية العمل السياسي، وخاصة بعد ما يسمى بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وبداية التحرك من 78 و79 و77، يعني هذه السنوات بدأ تحرك في إيران فهمت بقيادة الخميني وما يسمى بالثورة الشعبية الإسلامية اللي أدت إلى سقوط الشاه وقيام الثورة الإسلامية في إيران. هنا المجموعة اللي كان معناتها النواة الأولى بتحركة الاتجاه الإسلامي بدأت تفكر جديا فهمت في تكوين حزب سياسي، ولكن قبل ما تكون حزب سياسي بدأت تنظم في روحها من أجل القيام بحزب سياسي يقوم على الدعوة الإسلامية. احنا مانيش بنتكلموا على كل الأشخاص اللي شاركوا في النهضة، وإنما باش نتكلم على طرفين أساسيين هما نجم نقولوا النواة لحركة الاتجاه الإسلامي والحراك الإسلامي في تونس، هما صالح كركر ورشد الغنوشي. زوز أشخاص كل واحد عنده فكرة مختلفة عن الآخر في طريقة العمل، ولكن كانوا متفقين فهمت بصفة عامة على أساس أنهم يحولوا العمل الدعوي إلى عمل سياسي. هذه معناتها متفقين فيها هما زوز. الفرق من بين صالح كركر وراشد الغنوشي أن راشد الغنوشي فهمت يعتبر نفسه فهمت تابع وبيدق لحركة الإخوان المسلمين، نعرفوه اللي كان معناتها في سوريا وتأثر بفكر حركة الإخوان المسلمين، وعندما عاد لتونس حب يطبق بالحرف الواحد الأسلوب الإخواني. هذه النقطة الأولى اللي يؤمن بها راشد الغنوشي معناتها من الأول، بينما صالح كركر كانت عنده فكرة على أن الحركة الإسلامية في تونس لازمها تكون حركة مستقلة عن حركة الإخوان المسلمين، ولازم يكون عندها طابعها التونسي 100%. كما أن راشد الغنوشي فهمت في أسلوبه في التعامل مع عناصر الحركة يختلف عن أسلوب صالح كركر. وقتها كان صالح كركر يكون في اللجان النسائية والشبابية ويدعو فهمت للانتشار والدعوة، ويدعو للتعلم، ويدعو للاهتمام بالهندام والمظهر، باعتبار أن العنصر الإسلامي يجب أن يكون مميز عن بقية المجتمع بنوع الهندام، نوع اللبسة، سوى للنساء سوى للرجال في اللحية والالتزام الأخلاقي وغيره. وكان صالح معناتها نتذكره أنا كان معناتها يلتقي بالشباب ومعناتها في دارنا
ويعطيهم التوصيات ويعطيهم التعليمات ويحاول باش يكون ما يسمى جيل إسلامي. بينما في ذلك الوقت فهمت راشد الغنوشي يقوم بعمل آخر، وهو أنه عندما يتصل بعناصر الحركة يطلب منهم باش يتغلغلوا داخل الجهاز الأمني والعسكري، وأنهم يربيوش اللحية، وأنهم يظهروا عصريين وما يظهروش رواحهم أنهم ينتميوا لحركة الاتجاه الإسلامي، يعني ما يسمى التغلغل، وهو أسلوب الأخوان اللي معروف. يعني هو راشد الغنوشي فهمت كان عبارة على بيدق لا أكثر ولا أقل يطبق فهمت ما طبق في الشرق. يعني من هنا نفهموا أن راشد الغنوشي من الأول كان عميل وكان خاين وما يهموش تونس، وإنما يهمه مصالحه الشخصية. وقتها كان صالح كركر يتعب ويصرف المكتوب ويخسر المكتوب ويعمل اجتماعات وكذا، فهمت راشد الغنوشي كان يتصل برجال الأعمال وياخذ الفلوس باش يصرف على روحه ويصرف على الأشخاص اللي يخدموا معاه. إذا هذا معناتها الخلاف أنا لاحظته من الأول، يعني أنا عايش داخل حركة الاتجاه الإسلامي عن طريق نصيبي صالح كركر ونعرف التطورات اللي وقعت. يعني الفرق ما بين صالح كركر وراشد الغنوشي فرق واضح وبين، فهمت؟ أنا معناتها رغم اللي عدم اتفاقي مع صالح كركر الآن في طريقة تفكيره فهمت وخلافات شخصية، ولكن صالح كركر لا نقاش فيه ولا يختلف عليه اثنين فهمت كان إنسان يحب التغيير من الداخل، وكان مبهور نوعا ما بالثورة الإيرانية صحيح، ولكن كان يحب موديل تونسي ويحب التغيير من تحت فهمت. هذه معناتها مسألة واضحة. بينما راشد الغنوشي ما عندوش لا فكر لا أفكار لا مبادئ، هو مجرد يطبق فهمت ما يملى عليه. هذه طبيعة اللي راشد الغنوشي ما فرقتوش حتى التو. وقتها تم عام 1981 السماح للأحزاب للتأسيس في الفترة هذيك 80-81، قدمت حركة الاتجاه الإسلامي المطلب متاعها من أجل الحصول على رخصة للعمل السياسي. ونعرف شنو وقع، أنه تم إلقاء القبض على جميع العناصر وتم الحكم عليهم 10 سنين وفما حتى أكثر وأقل، وسجنوهم الكل. في هذيك الفترة أنا وقت زرت صالح كركر عام 82 في حبس النابور، وحكيت معاه يعني شوية، وكان معناتها يركز أنه لازم العمل يتواصل، وأنه وجوده في السجن ماهوش باش يعطل حد شيء، ويمكن يبقى في السجن عمره كامل وما يهموش. في هذيك الفترة راشد الغنوشي كان يتصل ببعض المسؤولين ومنهم مزالي وغيره، ويلحلح ويزقدح فهمت ويبكي كي النعجة فهمت، من أجل أنه يسيبوه، ويطلب بتدخل خليجي فهمت، خليجي على خطر الفرع الخليجي أو ما يسمى الوهابي من حركة الإخوان المسلمين، عمل الضغوطات على بورقيبة عن طريق مزالي ومسألة معناتها السياسة فهمت والمصالح، من أجل إطلاق سراح حركة الاتجاه الإسلامي. وبالفعل تم إطلاق سراحها عام 83، وتعرفوا القصة، يعني باش يوريك معناتها الفرق من بين صالح كركر من بين راشد الغنوشي. هما راو القواعد الأساسية. وقتها خرجوا فهمت راشد الغنوشي شنو عمل فهمت، واصل اتصالاته مع الإخوان ويعطي المعلومات للإخوان ويطلب منهم شنو يعمل وشنو ما يعملش، يعني ياخذ الأوامر نتاعو من الإخوان وعن طريق الخليج فهمت. وقتها كانت معناتها السعودية. بينما صالح كركر تخرج من الحبس أعاد تنظيم الهيكلة، وهو ساعة في الحبس اكتب مذكرة وطلب أنه في الاجتماع متاع حركة النهضة أنه إعادة هيكلة حركة النهضة بطريقة تكون عصرية وملائمة للعصر فهمت. يعني هو معناتها يأكد على أن القيادة لحركة النهضة لازمها تقوم على نظام ما يسميه هو بالشورى أو الديمقراطية، ويجب معناتها ما تتحولش الحركة إلى حركة شخص فهمت، على خاطر فكرة راشد من الأول هي فكرة المرشد الأعلى لحركة الاتجاه الإسلامي كما فكرة المرشد الأعلى لحركة الإخوان المسلمين. بينما صالح كركر كان نوعا ما يؤمن بالديمقراطية وداخل الحركة، طبعا يؤمن بالديمقراطية داخل الحركة وبالانتخابات. وعندما خرج صالح كركر
فهمت، وعملوا الاجتماع وقتها نظن في المنزه ولاتين، تم اخفاء هذيك الورقه اللي قدمها صالح كركر ولم يتم التعرض اليها اصلا. من هناك بدا الخلاف الكبير من بين صالح كركر وراشد الغنوشي، فهمت. ونتذكر انا في احد الاجتماعات معناتها في عام 85 صالح كركر مع بعض الشباب معناتها نتاع ولاد اريانا قال لهم، فهمت، معناتها اكد هكا في المساله، يعني لازمهم ما يثقوش بكل عناصر الحركه، حركه الاتجاه الاسلامي. علاش؟ قال لهم، ما قالهمش بطريقه مباشره، قال لهم فما اشخاص من داخل الحركه يتجسسوا علينا، فهمت، يعني باش يوريك اللي معناتها في ذلك الوقت، فهمت، وقتها كان يخدم صالح كركر في ما يسمى التعبئه الجماهيريه في جميع تونس، فهمت، شنو كان يعمل راشد الغنوشي؟ كان يبعث الجواسيس نتاعو يتجسسوا، فهمت، على شنو يعمل صالح كركر، وطبعا يبلغ اسياده، فهمت، ويقول لهم شنو يعمل وشنو ما يعملش. خلينا من المساله هذيا، فهمت، يعني بصفه عامه، المهم عندها في الفتره ديك 85 نجم نقولوا راشد الغنوشي ما عادش عنده سلطه، واصبح صالح هو اللي عنده سلطه، فهمت. شنو عمل سي راشد الغنوشي؟ هو انه، فهمت، باع كثير من عناصر من حركه الاتجاه الاسلامي سواء للسلطات التونسيه، فهمت، او اعلم بالتحركات اللي موجوده، خاصه مع عام 85 و86 وقتها بدا الحراك وبدات العمليه ل معناتها اسقاط بورقيبه، فهمت، واللي معناتها في هذاك الوقت يعني صالح كانت عنده معناتها الخيوط نتاعو في كل مكان، وانا مانيش باش ندخل في التفاصيل كيفاش معناتها تم التعامل مع السلطات، مش مع السلطات، مع جهه من ايران، فهمت، لدعم حركه الاتجاه الاسلامي في ذلك الوقت. وانا وقت حكيت معاه صالح كركر على مساله الدعم كان حاسم، يعني كان حاسم في المساله، وكان ما يتنازلش على حتى فكره من افكاره، يعني ماهوش يبيع ويشري، فهمت، تحبوا تعاونونا احنا كمسلمين مرحبا بكم، اما باش تقول لي تعاوني مقابل لا. يعني الوطنية نتاع صالح كركر ما نجموش نشكوا فيها، صحيح هو وجهة نظره، فهمت، لتونس هو الحل هو الإسلام، وأن التغيير يجب يكون داخل المجموعة الإسلامية وما يكونش خارج المجموعة الإسلامية، ولكن صالح كركر في تعامله مع الجهات الأجنبية هو ما عندوش مشكل يتعامل مع الإخوان، يتعامل مع إيران، يتعامل مع أي جهة إسلامية، ولكن عنده مشكل أنه ما يبيعش ويشري، كان عنده مواقف واضحة فيما يخص العمل الاسلامي في تونس. وعندما انا تم القاء علي القبض عام 87 انا والمجموعه، وتم معناتها سجن الاف اللي اكثرهم تباعوا من جهه، فهمت، راشد الغنوشي، يعني باش نوريكم انا مره ثانيه راشد الغنوشي من اجل مصلحته، فهمت، من اجل مصلحته يبيع الناس الكل. شكون يبيع؟ يبيع كل الاطراف داخل الحركه الاسلاميه اللي هما ضده واللي يقفوا في وجهه هو، يعني هو عمره ما يفكر لا في مصلحه تونس، فهمت، ولا في مصلحة الحركة، هو يفكر في روحه فقط ويطبق، ما عندوش فكر. توا صالح كركر عنده مثلا نظرية القيمة في الاقتصاد، عنده وجهة نظره في طريقة التنظيم، عنده يعني يستفيد من سواء معناتها الأسلوب الإسلامي الإخواني أو الإيراني، وفي نفس الوقت يدمج مع الأسلوب الغربي، فهمت، والأسلوب الحضاري والأسلوب معناتها الجديد اللي موجود في العالم، فهمت، ماهوش معناتها مسكر. بينما راشد الغنوشي لا عنده لا فكر، فهمت، لا عنده حتى شيء، عنده حاجتين، ياخذ الاوامر اللي توافق المصلحه نتاعو الشخصيه. وقت وقع الانقلاب على بورقيبه وصل للزين، فهمت، شنو وقع؟ انه نجم نقولوا صالح كركر كلا ضربه كبيره، فهمت، وخرج معناتها من تونس، هرب من تونس، فهمت، على خاطر تمت خيانته من الداخل الحركه. وشكون اللي خانه؟ هو راشد الغنوشي. بينما راشد الغنوشي شنو عمل؟ خرج قال عندنا امل، فهمت، في ربي والزين، يعني ديراك تقلب الفيستا. ومن هنا راشد الغنوشي بدا يظهر وجهه الحقيقي اللي هو العمل السياسي البحت، وان الاسلام مجرد غطاء، وان هذا العمل السياسي يخدم مصلحته الشخصيه. ومن هنا وقعت عمليه ما يسمى
تبديل اسم حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة، فهمت؟ وفي هذاك الوقت راو هم يقولوا من بعد تم فصل صالح كركر من حركة النهضة، ولكن من ذلك الوقت فهمت راشد الغنوشي وقت حكى مع الدولة التونسية في عهد بن علي، فهمت؟ باع وشراء منهم، فهمت؟ بيعان المجموعة الأمنية الكل، فهمت؟ نتاع اللي موجودة في الأمن، فهمت؟ اللي هو بيدو كونها، فهمت؟ اي او ميم طون لازم يقضي على صالح كركر كليا، فهمت؟ لكن طبعا في هذاك الوقت ما نجمش يعمل هذاك الشيء. من بعد هو خرج مشى لندرا وبدا يخدم في الخدمه نتاعو. يعني هذا باش نوريك معناتها كيفاش راشد الغنوشي الخيانه تجري في دمه، والانتهازيه والمصلحه الشخصيه حاجه متربي عليها في مخه، فهمت؟ وقت مشى لندرا ووقتها وقعت المساجين وكذا وكذا وقتها في عهد بن علي، كان يا سيدي راشد الغنوشي يبيع ويشري في المساجين وفي الناس، يعني يطلب مساعدات مالية من دول الخليج ومن حركة الإخوان المسلمين ومن جميع الأطراف، فهمت؟ ويحطهم في مكتوبه، فهمت؟ وما يوصلوش للناس اللي ما يلقاوش باش ياكلوا في تونس، اللي عائلاتهم في الحبوسات. من بعد شنو يقول لهم وقت يتصلوا بيه؟ شنو يقول لهم؟ يقول لهم راني بعثت فلوس لكن الدولة حجزته. أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر عندي معلومات جدا مهمة فيما خص هذا الموضوع، ولكن هوني حبيت نعمل حالة اختصارية في الموضوع. المهم معناتها راشد الغنوشي يكون ثروة لا بأس بها، فهمت؟ واسمح لبعض العناصر نتاعو اللي يثق فيهم، فهمت؟ باش يكونوا معاه، فهمت؟ وانه يهاجم صالح كركر وحاول باش يشري الاشخاص اللي حول صالح كركر، منهم الجبالي وعلي العريض اللي كانوا مع صالح كركر جبدهم ليه، فهمت؟ في عام 94 فهمت تم فصل صالح كركر، فهمت؟ تقريبا في الفتره هذيك وقت صالح كركر تحط تحت الاقامه الجبريه، فهمت؟ من طرف باسكوا، وما نحبش ندخل في التفاصيل نتيجة معناتها معلومات قدمتهم السلطات التونسية اعتماد على الكتاب اللي كتبته أنا نتيجة التجربة متاعي في الحركة الإسلامية، ومعلومات اللي تثبت اللي صالح كركر هو معناتها إنسان إرهابي، واللي هذا الكتاب في الحقيقة تم استغلاله، فهمت؟ أنا كتبته كتجربة وكبيوغرافي وكفكرة معناتها شنو عشت داخل الحركة الإسلامية، ولكن مع الأسف هذا الكتاب تم استغلاله من طرف السلطات التونسية، وهذا ما ننكروش، فهمت؟ من أجل وضع صالح كركر تحت الإقامة الجبرية، وهكاك السماح لراشد الغنوشي لفصل صالح كركر، ولكن لم يعلن عن ذلك إلا من بعد. وهنا راشد الغنوشي ولا يشوف مصلحته، فهمت؟ في دول الخليج، فهمت؟ وفي قطر والدول هذيك، فهمت؟ وبدا يربط في الاتصالات نتاعو، وبدا يكون في الثروه نتاعو، وبدا يحول في حركه النهضه الى مؤسسه شخصيه. اللي يشريه يشريه بالفلوس، واللي ما نجمش يشريه يا اما يطردوا يا اما يبعدوا، فهمت؟ شنو وقع؟ ان القاعده اللي كونها صالح كركر انسحبت من النهضه، فين انضمت؟ انضمت ما يسمى للمد السلفي، لان النهضه اصبحت ما عادش تمثلها، فهمت؟ ما عادش تمثلها، لان كيما نجم نقولوا الجماعه المخلصين، معناتها بغض النظر الانسان يمكن يكون مخلص ويكون ارهابي او يكون معناتها عنده افكار غالطه، فهمت؟ وينجم يكون الشخص عنده افكار جيده وتقدميه ولكن عميل، فهمت؟ المهم اللي حبيت نقوله وانا هوني ان معناتها وقتها انفصل القاعده بتاع صالح كركر، انفصلت عن حركه النهضه، وتم فصل صالح كركر، واصيب صالح كركر معناتها بجلطه دماغيه، النجم نقولوا اللي راشد الغنوشي القى الساحه كلها ليه، فهمت؟ وقتها بدا يربط في الاتصالات نتاعو، عمل الاجتماع نتاع باريس عام 2006، وشرى المرزوقي وشرى الخونه الكل. هذاك علاش انا نقول ان راشد الغنوشي هو رمز الخيانه واللاوطنيه والانتهازيه. اي انسان يتعامل مع راشد الغنوشي يعتبر خائن للوطن، ولا اي شخص، فهمت، يعتبر راشد الغنوشي او اي شخص، فهمت، يتقرب من راشد الغنوشي او يتعامل معه، بالنسبه لي راشد الغنوشي
هو مقياس ترمومتر باش نعرفوا به الانسان المخلص والانسان المصلحي والخائن. هذه وجهه نظري. وقت وقعت الثوره الانتفاضه في تونس عام 2011 وعوده راشد الغنوشي الى تونس باموال طائله فهمت وبدعم خليجي قوي وعماله فهمت يعني ولا عميل يعني رسمي توا ما عادش عميل هكاك وبرا فهمت شنو عمل راشد الغنوشي في الاول يسخايب انه يمكن بفلوسه وبالاتصالات نتاعو بالقدرات نتاعو انه يعاود يرجع الشق فهمت اللي كونه صالح كركر نحو النهضة. ولهذا نشوفه مثلا في بداية الثورة يجتمع بالسلفيين ويحاول باش يقنعهم وتذكروني بشبابي وتذكروني بكذا وتذكروني بكذا وحاول باش يقنعهم انهم لازمهم يخدموا معاه. لكن هما طبعا ما يقبلوش هذا الشيء خاطر قالوا له احنا نخدموا معاك ولكن تعود للطريق المستقيم. هذايا المصالح السياسية والمصالح الشخصية نحيها على شيرة. فهمت؟ تعود إلى الطريق الصحيح للإسلام. وتطبيق الشريعة. طبعا هو ما ينجمش يعمل هذاك الشيء خاطر عنده معناتها مصالح وعنده أجندة. فلهذا فهمت؟ هما سيبوا وهو انقلب عليهم. إذا شكون بقالوا راشد الغنوشي؟ ما بقالوا كالانتهازيين والسقاط من بقايا نظام بن علي ونظام بورقيبة. فهمت؟ وبدا بشويه بشويه مع الاجتماع اللي وقع في باريس مع السبسي وبشويه بشويه وحاولوا باش يكونوا فهمت؟ مجموعه من الخونه واللا وطنيين فهمت؟ والانتهازيين والمصلحيين والعملاء فهمت؟ وعملوا لنا هالتمثيليه هذه الكل فهمت؟ وجاء سي راشد الغنوشي في الاجتماع العاشر لحركه النهضه شنو يقول؟ احنا باش نفصل العامل السياسي على العامل الدعوي. يا اخي انت من الاول انت فهمت؟ تعتبر انها العامل الدعوي مجرد فهمت غطاء فهمت؟ توا تحب تفصل شنو معناها تفصل؟ يعني هل العمل الدعوي باش يولي ما عادش عنده علاقه بالعمل السياسي لحركه النهضه؟ لا، غير انك باش تعاود تستعمل نفاق اخر واسلوب اخر فهمت؟ من اجل انك تتمسخر على الناس اللي ما يعرفوش تاريخك وما يعرفوش الاشياء اللي عملتها داخل الحركه الاسلاميه اللي عطلت تونس 40 سنه وتحب تزيد توا بطريقه رسميه وبمباركه فهمت نداء تونس والسبسي فهمت باش تعطل تونس 50 سنه القادمه. يا شعب تونس يا شباب تونس، الانسان الخائن واللي يخون مره وزوز وثلاثه واربعه، الانسان المصلحي واللا وطني واللي ثبت في التاريخ انه عمل وعمل 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 فهمت، ما ينجمش يجي توا ويولي انسان شريف. هذا معناتها بالادله التاريخيه لتاريخ راشد الغنوشي بحد ذاته. اذا فيقوا على رواحكم، راهم يلعبوا بمخاخكم، راهم يحبوا يخليوكم في الجهل والتخلف. قال لك اسلام عصري وما اسلام عصري وما اسلام عصري، راهم يخدموا من تحت لتحت. راشد الغنوشي فهمت انا معناتها ما نثقش فيه جرام، حتى مثلا الاحداث اللي توقع في تونس كلها من تحت راسه هو بطريقه مباشره او غير مباشره. اذا اللي يثق ولا اللي يقول راشد الغنوشي تاب فهمت ولا وطني راهو ماهوش فاهم شيء لا من تاريخ الحركة لا من تاريخ راشد الغنوشي. راشد الغنوشي كان جاب الفاعل تاب كما يقول فهمت، راهو ينسحب من العمل السياسي كليا فهمت، ينسحب كليا من العمل السياسي ويخلي تونس تسير نحو الديمقراطية الحقيقية الوطنية الحقيقية فهمت، من أجل مصلحة شباب تونس في المستقبل. مش يجي فهمت هاو نقريو القران هاو درا شنو هاو يعني هو يعرف ان المجتمع التونسي مازال متغلغل فيه ما يسمى المخزون الديني الاسلامي وهو على هذاك يعمل ويحضر في روحه للانتخابات القادمه اللي باش توقع عام 2019. اذا يا شعب تونس ويا شباب تونس انتبهوا انتبهوا، تحبوا تعرفوا شكون هو مخلص لتونس؟ سا اي واحد
ما يتعاملش مع راشد الغنوشي أثقوا فيه. أي واحد يقف ضد راشد الغنوشي أثقوا فيه، وأي واحد يتعامل مع راشد الغنوشي ولا يتقرب لراشد الغنوشي ولا يقول كلمة باعية في راشد الغنوشي أعرفه راه لا وطني وخائن ومصلحي وساقط. وهذا هو اللي حبيت نقول، وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.